اتيكيت مع نادين داهر. اليوم موضوع بهم الكل، دايما موضوع بهم الكل بالاتيكيت، بس موضوع شوي هيك شخصي. بونجور. بونجور كاتيا. نادين، الحمد لله صفا. فعلا يعني اليوم موضوع اللي عم تصيريه هو الاسئله الشخصيه يلي ممكن انه تكون عم تنسال بصالونات او اوقات يمكن لاشخاص، بلكي بصالون الانتظار حتى لاشخاص حتى ما بنعرفهم وبنحس انه هالقد في هال ما بعرف هالخوشبوشيه يلي بتكون انه مع شخص فعلا ما بتعرفي شغله مش هينه، وشو بتجاوبي وكيف تتهربي من الجواب او لا ما بتتهربي بكل صراحه، يعني بتكوني عم بتطلبي انه ما ينسال السؤال. هلا اليوم نحن طبعا بنعرف انه قاعده اساسيه من قواعد الاتيكيت هي انه الواحد يكون صادق، بس كمان بدي اقول انا الاتيكيت مش اتس نوت وان واي، يعني مش بس شخص واحد بيكون بالاتيكيت والشخص الاخر ما بيكون بالاتيكيت وبعدين بيطلب منك ما انت اصلا بتحب الاتيكيت فمفروض انه تكون صادق، ليش ما بترد؟ هيدي امور كثير عم نواجهها، وكانه يعني تقع فعل انه الواحد يكون ضمن حسن السلوك واداب التصرف هي بس على شخص او على فئه معينه من الاشخاص. لا، بدي اقول انه هو سلوك متبادل، يعني كل الناس مفروض يكون عندها الحس باحترام الاخر واحترام مشاعره واحترام اختلافه واحترام خصوصيته، يكون صادق وقت بيتعاطى مع الاخرين، وكمان يكون عنده شعور بالاخر. فاذا اليوم وقت اللي انا بسمح لنفسي اني اتخطى واسال سؤال شخصي، هون بدي اعرف انه انا بلشت بخرق الاتيكيت. يعني انا ما بحق لي اسال سؤال شخصي، ما بحق لي اسال عن العمر، ما بحق لي اسال عن امور خاصه، عن الماده، عن المصاري، هيدي قديش حقها وهيدي من وين اشتريتيها. هيدول امور كثير مفروض ننتبه لهم. فيني انا جرب اني بطريقه لبقه اسال انه انا حبيت هذا الموضوع، ممكن اعرف انت من وين اخذتيها، سانز ديسكريسيون، انا بحب هذه الكلمه، يعني بدون تطفل، ممكن اسال قديش سعرها بس او على الاقل تقريبيا، بس لحتى انا اعرف انا عم بحكي على قديش بادجت، يعني على 100، على 1000، على 20000. هيدي امور فيني يعني بعد ما يكون صار لي فتره صحبي انا والشخص او بعرفه، بس مش شخص اول ما بنقعد نحن وياه بنساله اسئله شخصيه. مطلقة؟ ليش مطلقة؟ معقولة حدا، يعني هيدي أمور إنه الإنسان دغري بتحسي حتى لو عن حس النية، في كتير ناس بتسمح لنفسها أنه تتخطى هيدا الحاجز. طيب أنه ليش تركته؟ ليش طلقته؟ طب ليش ظهر عليك؟ أنه يعني بحكي رسمي لأنه اليوم أكيد كتير ناس بتسمح لنفسها أنها تحكي أمور كتير شخصية. فإذا شو بنعمل؟ كيف بنتصرف؟ إذا كنا مع ناس نعرفهم، وأنا بدي أقول هون إنه العمر دايماً بكون هو شغل الشاغل تبع كل الناس، فبيصيروا يعملوا هيك مثل نوع من إنه بدهم يحاولوا يبرموا ويحوروا ويدوروا ليعرفوا عمر الشخص قديش. الرجل عنده سهولة استسهال أكتر بإنه يقول عمره، يعني مش كتير هلأ بقى يمكن كمان بس السيدة لا، عندها تحفظ أكتر، وهيدا يعني ما بعرف ليش. أنا يمكن الأشخاص وحتى أنت ما عنا مشكلة نقول العمر تبعنا، بس لا، في ناس ما بتحب أبدا هيدا الموضوع. لا، أوقات بيكون ما عندك مشكلة بعمرك يعني، بس كمان ما بتحب أنه كل الأشخاص يسألوك نفس السؤال. أكيد يعني أو أنه بدون شك، أو أنه بقاعة الانتظار عند الطبيب مثلا للسكرتير بتسأل من مكتبة أو من الكونتوار تبعها للسالون أي سنة مدام؟ مش قدي عمرك. صحيح. أي سنة خلقين؟ لا، هي مفكرين أنه هيك يعني أنه إذا قال أي سنة معناتها صار إلى حق. طبعا نحن حكينا أنه عند الطبيب يجب على السكرتير بكل أسئلة شخصية يا بيعطوا ورقة هو بيعبيها أو بتقعد حده أو بتعيط له إلى مكان ما يكون عم بينسمع، وبكل الأسئلة المحرجة أو الأسئلة اللي ممكن تشكل، حتى ممكن تكون أسئلة أخرى، أي عمليات عاملة، شو الحساسية، لأنه هيدي معلومات كتير شخصية، فيجب أن تكون بإطار كتير يعني سري، أو على الأقل يكونوا هيك بين بعضهم. هلا إذا حدا سألك على العمر، فيك تقولي أنا عمري 25 سنة وكم شهر. وقت اللي حدا بيرد عليك هالسؤال هالجواب effectively، أكيد مش مفترض فيك أنك تسألي طب هالكم شهر يعني قديه.
معناتها الشخص مش حابب انه يرد ومش حابب يكسفك، لانه دائما كمان نحن مفروض نلاقي طريقه جميله لحتينا انه الواحد يعرف يرد على الاسئله المحرجه واللي ما بدك انت ترد عليها. فيك تقولي بتعرفي انا من فوق العشرين وقفت عد، فيني اقول يعني امبارح كنا 17. هدولي هيك ردود كتير مهضومة، طبعا ما في داعي اني اقولها كلها، بس انه في ردود كتير مهضومة بشكل انه الشخص الاخر يعرف انه انت مش حابة تردي. بس بسألك قد ايه عمر ابنك وامتى بلشتي شغل وامتى تخرجتي بصير يحسبون. فلا انا وقت اللي حدا ببلش بس يعني. وقت اللي واحد ببلش يسأل هيك بقول له اذا كنت حابب تعرف عمري صرت 40، فخلص بخفف عليه هيدا الموضوع. بس لا اجمالا نحن عم نقول انه انت في ناس حساسة على هيدا الموضوع، رجاء وقت بيكونوا حساسين على هيدا الموضوع عدم الإصرار لنعرف ليه، لأنه هيدا حقك أنت أنك أنت ما تقولي عن الأشياء اللي ما بديك إياها. في ناس بعد شوي متقدمين في هذا الموضوع، في ناس بيحبوا يقلدوا كل شيء بتعمليه وهيدي مشهورين فيها، يعني في ناس عندك جيران، عندك صديقة، عندك ما بعرف أنا، بس بالحياة منلاقي أشخاص عندهم غرام أنه كل شيء عملتيه بدهم يعملوا مثله. فبالأول بتكوني أنت مبسوطة بهذا الموضوع، بس بعدين بتصير ممكن يشكل إزعاج لأنه خصوصية الشخص، أو أنت تكوني فكرتي بموضوع وهن جايين هيك عم ياخدوه على البارد المستريح، أو أنت حتى مانك مضطرة تروحي لابسة زيت الفستان أنت وصاحبتك على زيت السهرة. يعني في أمور كمان مزعجة ممكن أنها تشكل إذا بدك هيك إزعاج للشخص. ففيك تقولي عن جد نسيت، أو حدا تاني تولى الأمر، أختي، فيك تجربي تغيري كمان، تجربي تغيري الموضوع بشكل أنه يعرف الشخص أنه بليز ما بقى تسأل وتسر على هيدا الشيء. هلا إذا كان أنت فعلا ما عندك مشكلة بتقدر تكون كتير واضحة وكتير صريحة، يمكن مرة بتقولي مرتين ما بتقولي، هذا الشيء بيرجع لك. فيما يختص بالسياسة، طبعا نحن بنعرف انه السياسة تاخد حيز كتير كتير كبير من حياتنا. كمان كتير مهم انه نعرف في كتير اشخاص ما بيحبوا يقولوا ارائهم الشخصية بالسياسة لأسباب يمكن تكون فعلا شخصية، لأسباب مهنية، لأنه في مهن بتمنع أنه الواحد يكون عنده تحتنا نقول صبغة سياسية معينة. فما ضروري نحرج كمان الشخص الآخر، وأكيد أكيد مش أنه ضروري نحن نجرح بأي فريق من الأفرقاء، وهذا كتير صرنا عم نشوفه وعم بتشكل نوع من تنافر. تعرفي ليش حلقة طلعت؟ تخيلي انه صار في ناس ما بتحب تروح على سهرة اذا في شخص اخر من هيدا التوجه السياسي، لانه بيعرفوا انه ممكن يبلش يستفز الاخرين، وهيدا اكيد شغلة مش مفروض فينا انه خاصة ما نكون قاعدين بمكان ما بنعرف الاشخاص وما بنعرف شو هي ميولهم، فاوقات يمكن بتكوني عم تحكي اي شيء باعتبار انه الكل من رأيك، وبالحقيقه مش ضروري الكل يكون من رايك، هون الاستفزاز بيصير عن غير قصد، وخصوصا اذا كان عم بتتوجهي بتجريح، يعني بتجريح الى الاخر بكل الاحوال تجريح يعني مش مفروض بالضبط. فاذا كنت انت عم بتجربي تناقشي موضوع عام وموضوع فعلا انه كل العالم عم يتداولوه انه ليه ما في وزاره، يعني مش الحال. بس وقت اللي بيكون انت مستقصده انه تكون، لانك بتعرف انه اشخاص بيحبوا هيدا الزعيم او هيدا التيار او هيدا التوجه، فبيصير عنده حب انه يستفز الاخر، وهيدا ممكن يشكل نوع من الاستقصاء الاجتماعي. يعني بيصيروا ناس ما بيحبوا يعزمون لانك انت كست كسيدة منزل أو أنت كمضيفة يجب أن تحرصي أنه كل الأشخاص اللي موجودين عندك ما حدا فيهم أبدا. إذا بهالمواضيع حتى المزح فيه حدود وإتيكات أكيد، يعني هلا كنا عم نحكي تحت الهواء كمان انه اذا كنا موجودين كمان بتياتر او بمسرحيه والناس كمان عم بيصير فيها كثير نكت يمكن شوي قويه، فانا قلت لكم وتكون نحن كمان موضوع النكت وعم نضحك يعني على شيء يمكن نحن بالايام العاديه ما بنضحك عليه كثير. هلا هيدا موضوع ثاني، بس عدم الافصاح عن ما لا نريد الافصاح عنه هو حق من حقوقنا، ويجب الآخر يحترم هيدا الحق. هلا في كمان موضوع آخر كمان عم نواجهه كتير، إنه بتكوني معزومة على مكان وكل العالم ما عنده حديث آخر إلا الرجيم،
يعني ست البيت عاملة سفرة طويلة عريضة قايمة بواجبكم، وكل ما تتقرب تتقدم من شخص انه بليز ما اكلتوا شيء يعني ولو مسيرة، لا 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 بليز انا عاملة رجيم، ومن ثم تبدأ الأحاديث التي لا تنتهي عن الرجيم، ويعني كأنه وكأنه هو موضوع مفروض يكون عام وعلني. رجيم شغلة كتير شخصية وما بت يعني ما بتخص إلا الشخص اللي عم يعمل رجيم، وحتى إذا أنا عم بعمل رجيم وقبلت عزيمة فيجب علي إنه على الأقل اني اكل لقمه اكل اثنين، او حتى اعمل حالي اني انا عم باكل شيء. هلا ما معقوله بالسفره كلياتها ما في ما لاقي شيء يعني خلي صحني تما حس ست البيت وكانه انا يعني جيت رفع عتب، لانه نحن بثقافتنا كاتيا موضوع الاكل موضوع كتير مهم، بس في اوقات بيكون في وضع صحي فعلا بيلزم انه ما تكوني عم تاكلي، وهيدا حق كمان من حقوقك انك انت وقت اللي بتقبلي العزيمة مع الاشخاص او تكوني معهم. ومن هيك كنت عم بقول انه الحق انك انت وقت اللي بتقبلي العزيمه، في ناس بتقول بس انا بدي اعتذر من هلا بليز ما بقدر اكل، عندي اكل كتير يعني سبيسيال، او بتامل منك انه مثلا انا بس باكل هيك شيء، لحتى انا كمان ست البيت بتنبسط انه تعمل شيء خاص للشخص يلي هو جاي لعندها بهيدا الاطار، لحتى انا هيك تحس انه هو منه مستثنى. بدنا نبقى نحكي عن اتيكيت العزيمه على كل حال. اكيد لانه أكيد. اوقات فعلا خاصه يعني بلبنان ست البيت بتتعب كثير لحتى لا تقدر تكون عم بتجرب انه يكونوا كل ضيوفها مبسوطين ومرتاحين وسيرفد، وبلكي كمان ما تزبط معها لانه ما فيها هالصراحه او هالتواصل. وهون رح نقول قديش كمان الك حق انت كضيفه تقولي للمضيفه شو الاشياء اللي فيكي تاكليها شو الاشياء اللي ما فيكي تاكليها، يعني حدود قديش الحدود اللياقه، لانه اكيد اذا انت يعني ما في داعي تطلبي لبن العصفور، هلا يمكن يجيبوا لك اياه بس انه ما في داعي تطلبي، بس في بس امور البيت فيها تسال اكيد جوفه اكيد فيها تسال، فيها تسال جوفه، والمضيف الضيف يجب الإشارة إلى أشياء هو ما بيأكلها أو إلى حساسية معينة، يجب الإشارة لها، وهيدا بروتوكوليا حتى بكل الدول وقت بيجي رئيس دولة بيبقى في عنده حدا مختص بهيدا الموضوع لأنه بيكون عندهم أشياء صحية. إذن هيدا مش موضوع شخصي بحت هون، فينا نسأل أبدا، بس أنت موضوع الرجيم يعني وكأنك عم بتعلمي الكل أو عم بتجربي أنك ترشدي الكل. طب أنا مبسوطة بحالي وأنا بحب الأكل وأنا شخصيا بحب الأكل وما عندي يعني هالمشكلة، بس ما في داعي كل الوقت نضل نسمع يعني الكونسيانس هيك على الضمير، واحد بيصير كأنه تأنيب الضمير للآخرين، وست البيت يعني عاملة سفرة طويلة عديدة وقيمة بالواجب مثل ما مفروض. هيدي أمور ياريت ننتبه لها أنه الرجيم شغلة كتير شخصية، والكتير أهم من هيك إذا أنت عازمة كمان صارت معنا على الطاولة أنه نحن معزومين على غدا، وعندما إجا الويتر عم بياخد الهيدا ست البيت ست العزيمة اللي عازمة بتقول لا لا أنا ما فيي أكل لأنه عاملة دايت، فنحن طلعنا أنه معقولة نحن ناكل وأنت مش ما تاكلي، يعني بالإتيكيت بتقول إذا طبعا لأنك أنت آخر حدا بيطلب، إذا حدا طلب تو كورسز أنت بتطلبي تو كورسز وبتضلك تجاملي بالأكل ما بتخلصي صحنك قبل ما يخلصوا الكل، وإذا حدا رجع زيد أو إذا حدا رجع طلب بتتمثلي أنك أنت بعدك عم تاكلي، مش أنا تعشيت قبل وسوري بعتذر أنا ما فيي أكل بقى أنه مني بقى جوعاني أو عاملة رجيم بعد، يعني شغلة كتير مهمة أنه نحن نحكي عنها. هلا الأمور الشخصية كمان رجاءا إذا حدا استأمننا على أمور شخصية كمان هيدي الأمور الشخصية ما بتصير أنه نحن نرجع نتناقلها. وأنا ما بحب كلمة وقت حدا بده يخبرني شيء بيقول لي ما بحب هيدي الجملة يلي أنه بليز بيناتنا، لأنه بعتبر وكأنه هو يعني معتبر أنه أنا في عندي مجال أني أقولها، وهيدا أكيد شغلة مفروض الواحد نحرص عليها. دايما الحديث يلي بيكون الشخص الآخر حديك أو عم بيستأمنك عليه هيدي من أهم شروط الاتيكيت أنك أنت تحافظي على السر. في كمان بدي أقول أنا أنه أمرار نلتقي بأشخاص ما بنعرفهم أبدا
وما بنلتقي فيهم الا مره بالطياره ما بعرف انا باماكن يمكن بتحسي حالك اني ما بتعرفيهم، بس بتقولي اشياء كمان يعني بتحسي انك قادره تحكيها ما بتقوليها بالعاده لحدا، يمكن تكون هيك امور مش ضروري شخصيه انه امور عاديه كمان. حتى الاشخاص اللي نحن ما بنعرفهم يجب ان لا نتناقل امور الانسان هو ما افصح عنا، يعني هيدي بشكل عام. ولو يعني معرض الحديث اوقات بسالون بيكون في حديث معين فبنستشهد بالشخص الموجود، ما هي كمان عملت هيك او هي صار معها هالاكسبيرينس، مين قال لو بدها تستشهد هي كانت قالت تقدم حالها كانت قدمت حالة. صحيح. وهلا في كمان طبعا ما في داعي اقول انه يعني دائما الشخص اذا هو حابب يكون حضوره لايق وحضوره ضمن الاتيكيت يجب دائما انه يكون حضوره خفيف وما يتقل على الاخرين، يعني تتركي الاخر يحكي هو عن نفسه مش انت تتطفلي عليه وتساليه اسئله اكيد يمكن تجرحه وما حدا بيعرف يعني ما حدا بيعرف شو في بحياة التاني، ليه ما جبتوا اولاد؟ وامتى حابين تجيبوا اولاد؟ ولو معقول صار لكم 6 سنين ما جبتوا اولاد، طب ما نحن ما بنعرف شو الخلفيه لهيدا الموضوع، يمكن هي عم بتجرب تقول انه انا ما بدي اولاد، يمكن هي مش قادره، فهيدي امور نحن الامتناع. وبليز كمان بدي اقول انه نحن صحيح اولادنا بنحبهم كثير كثير، بس ما معقول انه بالصف كل العالم الاول وبالجامعه كل العالم اخذت، يعني انا بحب والصوره بالجزدين لازم تمرق على الكل وعلى هلا السيلولير، هلا صار السيلولير. وبعدين هيدي فكره انه دائما نحكي على اولادنا وكانهم هن يعني بنوع من التبجيل كثير. طيب اوقات كمان يعني هالقد بيكونوا الاشخاص حتى الاصحاب يعني بيكونوا هالقد بيحكوا عن اولادهم، بتصير انت اذا ما عم تحكي عن اولادك كانه اولادك اقل. صح. اولادك اكثر بكثير. صحيح. بس ما بتحب تحكي او ما في لزوم لحتى لي تحكي، فهالشيء بيعمل لهم ايماج للولاد بين الاصحاب انه لا هن اقل وحرام ولادها، انه حرام ولادها مش ناجحين، لانه لو ناجحين لانه ما جابت سيرتهم، وانت بيكون ابنك تخرج ديستنجوش. يعني هيدي الفكره انه نحن اليوم فينا نسال فينا نسال كمان انه كيف الاولاد تخرجوا، بس بشكل كثير مبسط. بدي اقول شير هيك اشاره كثير يعني سريعه، لانه في كلتشرز بعده ثقافات كمان يجب الامتناع انه نسال عن العائله. يعني عندك بالبلاد شوي العربيه يلي ما كثير، مثلا اذا رجل سال رجل اخر كيف مدامتك وكيفن اولادك، ممكن هالشي يخلق عنده سؤال انه ليه عم بيسال عن مدامتي وعن اولادي، شو عرفوا فيهم. بالثقافات الغربيه كثير طبيعي مش تسالي عن المدام، تسالي عن المدام باسمها، يعني كيف نادين، كيفن الاولاد، كيفو كريم، كيفو نديم، بتسالي عنهم. هيدا بالنسبه لألهم معناتها انك انت بتعرفي عنهم وسائله عنهم ودائما مهتمه. فيجب هون وقت نحن بنشتغل بالبزنس اتيكيت بنقول انه الانتباه الى الثقافه، لانه هيدا كمان ممكن يخلق مشاكل. ثانك يو نادين، اكيد حلقه جديده موضوع جديد بانتظارك. نحن هاف نايس ويكند. ثانك يو.